أفكار بلاس. تأسست حاضنة أفكار بلاس بهدف دعم رواد الأعمال الشباب لتطوير الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة. وخلال سنة 2019 استطعنا الوصول لأكثر من 850 مستفيد عن طريق العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات. برنامج أفكار لاب الذي توجه لإرشاد ودعم المشاريع أكثر من 390 ساعة تدريبية، والنتيجة كانت أكثر من 100 مشروع ممول و50 قصة نجاح. تكنوفيشن برنامج لدعم القسم الخاص بالتكنولوجيا وإعداد ورشات متطورة وفريدة مثل تطوير الويب، برمجة تطبيقات الموبايل، روبوتكس وكل ما يحتاجه الشباب للإبداع في المجال العلمي التكنولوجي. EBA برنامج يعمل على تطوير مهارات البزنس ومتخصص بتقديمها باللغة الإنجليزية مثل مهارات إيميلينج، ريبورتينج، نيتوركينج، CV رايتينج، جاب انتريفيو. وينزداي سيشنز وكان لابد من جلسات الأربعاء كل أسبوع لتوفير محتوى تثقيفي بشكل دوري عن مواضيع تهم الرياديين، تمت مشاركتها من قبل خبراء في كل مجال، وكان أيضا منصة للشباب لمشاركة خبراتهم وتجاربهم فيها. برنامج المؤسسات المجتمعية والريادة المجتمعية انطلاقة، وهو برنامج مؤلف من 5 ورشات تعطي المفاهيم الأساسية لإنشاء مؤسسة مجتمعية ريادية، ليكون هناك بالنهاية فترة إرشاد حتى انطلاق الشركة. شيفت ملتقى العمل الحر المستقل الذي يجمع الشباب الرياديين ليتم تبادل الخبرات والتشبيك. القادم أكبر. أفكار بلس 2020.